أصدقائي شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم أنا بدبي مول بالإمارات العربية المتحدة. لازم كنت أصوركم من البداية بس هيك حكمة الظروف شوي. خلوكم معنا نشوف دبي مول. أنا آسف اليوم ما جبت نسيت السماعات والله البيت، فتحملوني مشان صوت. هي هون الستار بوكس بمول دبي. هي الأديداس. هنا طبعا المكان تبع التزلج. وهون انا ماشي شفت النسبريسو. هاي اخي اليوم تعبتك، اليوم عطلته واجا استقبلني والله. الله يرحم ايام اربيل. تسلم تسلم تسلم، الله يخليك. طبعا هونيك ما بعرف شفت كوكيز موجود. عنده نسبريسو كمان، هذا براند ألماني مخلي. هاي الكافيه باربيرا موجود هون بدبي مول كمان. هون رح ناكل، نطلع بعد شوي. لك شو اهلين، هي بعد ساعتين طبعا مشي، ما خلينا محل بالاخير، جينا لهون. تكسا تشيكن هذا محل اغير. طبعا كم ساعه مشينا؟ تقريبا ساعتين تقريبا. والله بعد ما خلصنا اكل وهيك، فانا وماشي هون لقيت هي تيم هورتن البراند الكندي اعتقد موجود او امريكي. شو تطلب اغير؟ بدي كوكا عادي. خلص نفس ما عندي مشكلة. في عنده عادي هون برا؟ في محل عادي برا؟ هون امريكان كوفي. والله اسبريسو لا لا سينجر.
هي غياب حبيب الخلف. هلا هون اخذنا القهوه وكنا قاعدين شوي هون بالمنطقه. هلا طلعنا على اغيار. شو بقولوا لها هون؟ هي شو النافوره؟ بوليفار. بوليفار بوليفار. هاي صرنا هون عند برج خليفه. الضحك يا غير الضحك حبيبي. كثير حلو. مشكلة الكاميرا ما بتسع. قلت لي أغير شو هذا؟ سوق شو؟ سوق سوق البحار. شو سمك وهيك يعني؟ وهاي البرج. استنى الشيء الالعاب المائيه مو على نافوره بالعالم على نافوره راقصه. هلا هي كل نص ساعه بلش هون عم استنى هاي الالعاب المائيه. شو قلت لي؟ بوليفار. بوليفار بالمنطقه اسمها بوليفار. المنطقه اسمها بوليفار. بوليفار هي كل نص ساعه شو عرض النوافير. هن كل نص ساعه بيعملوا مثل عرض مع الاغاني وهيك. فعم استنى هاي العالم كلها بتستنى هون. نحن حجزنا محل حلو. هي نحن والمي هون. يلا هي بلش. هاي هون بلشوا. هاي بلشت.
خلص العرض وتعبينا مي غير وراح نتمشى على الطرف الثاني نشوف. كانت الرياح مو لصالحنا بنوم. ايه خلوك معنا هلا نشوف الطرف الثاني شو موجود. مثل ما صورك عند بابك مش بوقف قصة جنبك الشاب. كان الأجواء بالمساء أحسن؟ نعم مو؟ بنأخرها بطول طبعا. هون جينا شوي نعمل استراحة. تعبنا من المشي صار لنا كم ساعة من المشي؟ ساعتين ثلاثة والله تعبنا. هذا بيت شو اسمه هذا؟ اللي وراي وراي؟ خلاص ما بعرف ما بعرف ما بعرف اسمه شيء. والله الأجواء بالليل أحلى على الإنارة وال والله من كثر المشي انا ها هذا هي الحالة. I'm
أصدقائي هلا هون، والله الأجواء والله يا غير مثل ما بيقولوا لا يمل، بس شوي شوي لازم نرجع قبل ما نوصل على المترو. بدنا شي ساعة مو؟ نص ساعة تقريبا. ايه قبل ما هنيك ارجع على البيت انا بدنا وقت. هلا خلوكم معنا، نحن راجعين على الطريق هلا على البيت. هلا هون هي داخل دبي مول، اكبر شاشة حتى داخل بكتاب جينيس، في حوض الاسماك اللي تحت. شاشة عملاقة. أصدقائي لهون وبيخلص الفيديو تبع اليوم، مثل ما شفتوا كنت بدبي وطلعنا راجع على الشارقة. إن شاء الله نكون بفيديوهات القادمة، تابعونا خلونا معنا، باي باي.